طيب أنا بشكر الأول حضراتكم جميعا على الحضور وعلى وقتكم. يعني أحب أعرفكم الأول بنفسي، أنا مهندسة رحاب من وزارة التعليم العالي، والحقيقة بيشرفني إن أنا أكون يعني كوردينيتور ومسؤولة عن البروجرام بالتعاون مع AWS. وكمان الحقيقة إن إحنا يعني بيشرفنا دايما وبيساعدنا التعاون مع AWS بالأخص، لأنه الحقيقة المجهود المبذول واضح يعني الأثر بتاعه. الحمد لله إحنا دايما بنلاقي يعني الإمباكت هايل، وبيجينا دايما الفيدباكس هايلة جدا من كل أعضاء التدريس اللي يعني كان عندهم حظ الحمد لله وأخدوا معانا البرنامج. أنا بشكر طبعا حضراتكم كمان على إن الويبينار ده خاص بأعضاء التدريس اللي هم من غير الخلفية التكنولوجية، ودي حاجة كمان بتساعدنا جدا إنه أعضاء التدريس من مختلف التخصصات عندهم نفس الرغبة إن هم يكون عندهم السكيلز والأدوات اللي يقدروا بيها يعملوا امبروفمنت للطريقة اللي بيدرسوا بيها، ويستخدموا التولز المختلفة ويستخدموا التكنولوجي، ويعرفوا إزاي يعملوا الانتجريشن ده ما بين التكنولوجي، ونحاول بقى نقلل الجاب اللي هي موجودة في سوق العمل والخريجين في الفترة الجاية إن شاء الله. بشكر حضراتكم وتفضل يا دكتور. شكرا يا باشمهندس الحاج، شكرا جدا يا فندم. السلام عليكم جميعا. شكرا لوقت حضراتكم واهتمامكم بالانضمام معانا في برنامج تدريب الكوادر الاكاديميه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. ها شرف لينا كلنا ان احنا نكون موجودين مع كوكبه من مختلف التخصصات النهارده. يعني في حقيقي بنسعى بوجود اكتر من 150 170 منضم معانا في الاورينتيشن سيشن، ان شاء الله يكملوا معانا البرنامج كله. في البدايه بس حابب اعرفكم بنفسي، انا اسمي محمد يوسف، بزنس ديفلوبمنت ليد لميدل ايست ونورث افريكا في امازون ويب سيرفيسز، مينلي في اداره اسمها جلوبال اديوكيشن. انا كان ليا الشرف ان انا يعني من بقالي اكتر من سنه دلوقتي شغالين مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، مع طبعا السيد الاستاذ الدكتور شريف كشك مساعد الوزير، نبني المنظومه دي بحيث ان احنا فعلا نقدر ان نساعد في التطوير الخاص بالطرق التعليميه والمواد التعليميه، وفي نفس الوقت كمان ندخل الجزء التكنولوجي زي ما تكرمت الباشمهندسه الحاب وقالت في مختلف التخصصات. الحقيقه الاقبال من مختلف التخصصات كان شيء مبهر من دي 1، من اول ما ابتدينا في البرنامج في الكورت الاول، ومخرجاته كانت اكثر من رائعه الحقيقه حتى الان. وان شاء الله نحصد هذه النتائج كلنا سوا في نهايه العام الدراسي ان شاء الله. وطبعا للاخوه المسلمين معانا كل عام وانتم بخير بمناسبه ليله نصف من شعبان، يا رب يعني يتقبل مننا جميعا اليوم النهارده، ويتقبل دعائنا جميعا، وترفع اعمالنا كلنا ان شاء الله بالمغفره. عشان ما اطولش على حضراتكم، احنا هنبتدي طبعا. قبل بس ما ابتدي، احنا معايا طبعا دكتور احمد الهاني زميلي، وهو ان شاء الله هيكون معاكم طول رحله التعلم بشكل عام في هذا البرنامج، موجود معايا ويعني في الباك جراوند موجود حاضر معانا، هيجاوب على اسئلتكم معانا طبعا في الشات. لو في اي حد عنده سؤال خلاله وانا بتكلم ممكن يبعت على الشات، ودكتور احمد الهاني او باشمهندس الحاج طبعا هيجاوبوا عليها، وانا هبتدي اعرض لحضراتكم كانترودكشن بس للموضوع، احنا جايين منين وخلفيه خلفية الموضوع عبارة عن إيه. طيب البرنامج الخاص بأعضاء التدريس هو أحد الأربع برامج أو أحد الأربع محاور الرئيسية اللي اتفاقية التعاون اللي مضيناها مع الوزارة كانت أساسها. بمعنى إحنا في شهر 6 الماضي مضينا اتفاقية التعاون مع الوزارة في عدة محاور. الحقيقة التعاون ده يشمل طبعا تطوير
الكوادر الأكاديمية من أعضاء التدريس وأعضاء المعاونة، وكمان العمل على تطوير المناهج، وفي نفس الوقت طبعا ضم المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات في البرامج التعليمية الخاصة بينا. وكمان ما سبناش الجانب الأهم وهو كامل الجانب المؤثر اللي هو الاي سي تي ستاف، ان احنا نقدر نعيد تطويرهم ونثقلهم بمهارات مختلفة بحيث ان هم يقدروا يساعدوا على فكرة التحول الرقمي اللي موجودة في التعليم العالي. الحقيقة دول كانوا محور الاتفاقية بشكل عام. وتحت الأكاديميك هاب بقى في برنامج متخصص في كل واحد منهم. البرنامج اللي احنا النهارده بصدده ان احنا شرفنا بانضمامكم ليه هو البرنامج ايه الاكاديميك ستاب جروب. وهو ببساطه شديده فكره ان احنا يبقى نربط الدراسه الاكاديميه بفكر الاندستري او فكر سوق العمل او فكر القطاعات المختلفه. ومن هنا ابتدى الموضوع يشمل عده اجزاء وعده بيلرز اساسيه بنشتغل عليها. الجزء الرئيسي طبعا هو فكره التكنولوجي انتجريشن وفكره التكنيكال باك جراوند، ان احنا نبتدي نبني نثقل المهارات بشكل عام في التكنولوجيات الناشئه. وطبعا ده من خلال عده ادوات. الادوات بتاعتنا الاساسيه هي بتكون بروفيشنال وتكنيكال انيبلمنت وورك شوبس، وكمان مساعده في طرق التعليم والتعلم، والادوات اللي موجوده عندنا اللي بنتيحها ده مجانا. وبنساعد كمان في عمليه المنتورنج لحضراتكم في حاله ان احنا بنطبق ده بشكل عملي. هدفها الرئيسي في الاخر ان انا يبقى عندي مخرج اللي هو الطالب مؤهل لسوق العمل، بمعنى ان هو يبقى عنده السكيلز والكومبتنس اللي محتاجها ان هو لما يطلع يتقدم على وظيفه تبقى جاهزه، بدل ما بيحصل انفستمنت بعد ما بيخرج وبعد ما بيخلص بيدرس اكاديميا وبيتعلم اكاديميا كويس جدا، وبيطلع بعد كده يبتدي يتعلم سوق العمل عايز ايه، ويبتدي يوجه دراسته الاكاديميه تجاه ده، او يالاين دراسته الاكاديميه مع استخدام بشكل معين او بحيث انها تناسب وظيفه معينه ان سو. لا، احنا هنا بنبتدي نشتغل عليها بدري شويه، بنشتغل عليها خلال الدراسه، سواء كان برنامج 4 سنين او برنامج 5 سنين، وات ايفر البرنامج الاكاديمي يكون ايه. الحقيقه الموضوع والاكتيفيتيز اللي بتتم هي بتكون احنا بنشتغل بكوهر بيز. يعني ايه يعني كوهر بيز؟ بنشتغل بدفعات. الاتفاقيه على مدار 3 سنين، فكان آلية تنفيذها ان احنا نشتغل بنفس فكر العام الدراسي، كورت اول وثاني وثالث من كل سنه، بحيث ان احنا ناخد دفعات طول ما احنا ماشيين. يبقى عندنا 9 دفعات، الحمد لله اتمينا الدفعه الاولى وابتدينا ناخد مخرجاتها وابتدينا نشتغل على امبلمنتيشن حقيقيه في الترم الثاني. كمان في بعض الاساتذه معانا ابتدوا ده، وهي بتبقى في حدود ال 15 اسبوع از اوفر اول. يعني بنتكلم ان هي بالتوازي مع العام الدراسي او بالتوازي مع الترم الدراسي. وطبعا كلها بتكون فيرجوال ديليفري وفيها بعض من الهاندز اون لابس او الديمونستريشن عشان خاطر نفيل الاكسبيرينس. وبيكون فيها بعض الموتيفيشن سواء كانت كومبيتيشن، ويكون ليها انسنتيفز في الاخر وبرايسز. وطبعا بنكونكت مع اكسبرتيز من اي دبليو اس. هنتكلم طبعا في الانترودكشن ان شاء الله يوم اول يوم في البرنامج، هنعرف ايه هي دبليو اس بالتفصيل، هنعرف ايه هي البرنامج وشكله، هنعرف كل المرجعيات دي عشان يبقى كل الناس اللي موجوده معانا ملمه وعندها قدره لاستخدام ده. وطبعا البرنامج هنا بيدينا كمان اكسس على هندردز اوف سيلف بيزد ليرنينج اسيتس، وهنتكلم برضو بالتفصيل عليها والاكسس بتاعها هيكون عامل ازاي. التكنولوجي دومينز اللي احنا هنغطيها، الحقيقه هنغطي وايد رينج. وايد رينج يعني ايه؟ هنتكلم على الكلاود كومبيوتنج، بحيث الكونسبت الاساسي للكلاود كومبيوتنج اللي هو سواء كان الكمبيوت وستورج، وحتى التكنولوجيز الجديده بتاعته اللي زي السيرفرلس والكونتينرز والكلام ده هتشرح بالتفصيل. ممكن تكون الالفاظ دي تكون بعضها لوغاريتمات لحضراتكم، بس ان شاء الله بعد نهايه البرنامج ما تكونش لوغاريتم، لا وبالعكس نقدر نستخدم هذه التكنولوجيات. طبعا ارتفيشال انتليجنس، ماشين ليرنينج، جنريتيف اي اي، هنتطرق ليه، ستراكشر داتا بيز بشكل عام،
النتوركينج، سكيورتي، داتا اناليتكس، وانترنت اوف ثينجز. الحقيقه دي الكومبوننتس الاساسيه اللي احنا فروم تكنولوجي دومينز بوينت اوف فيو اللي احنا كنا مهتمين ان هي تكون موجوده، وفي منها كمان سيرفيسز سهله حضراتكم تقدروا تستخدموها حتى لو انا ما عنديش الخلفيه التكنولوجيه. طيب مضمونه في الاخر هيوصلنا لان احنا هنبقى بنشتغل على الاند ريزلت والاند جول بتاعنا، ان احنا يبقى في حاجه اسمها زي سبجكت الاينمنت مع بعض التكنولوجيز، ويبقى فيها كمان لو قدرنا في بعض الدراسات بشكل معين نقدر كمان ننبت جزء عملي من اللابز والديموز. هيبقى طبعا اغلب الشرح هيكون ثيري وهيدعمه جزء من الديمونستريشن. مش هنتعمق مع حضراتكم في التكنولوجي نفسها، لان حضرتك النهارده من خلفيتك اللي جاي منها من احد القطاعات التعليميه بشكل عام مش محتاج ان تتعمق في ده، انت عايز تبقى عارف اليوز كيس وعارف ازاي استخدم التكنولوجي في ده، ويبقى بالتعاون مع الجانب الاخر اللي هم الناس المتخصصه في سي اس هم دول المسؤولين التعليم، وهي الاندستري بتشتغل كده فعلا. يبقى فيها ثلاثه بيلز او ثلاثه ستيك هولدرز اساسيين. الشخص اللي عنده المقدره والفهم لليوز كيس، وده بيبقى من الاندستري نفسها، يعني لو من الزراعه بيبقى من الزراعه، واحد الاكسبرتيز الخاصه بالتكنولوجيا المعلومات او الكمبيوتر ساينس، وهو ده اللي بيبقى مسؤول عن الامبلمنتيشن والاكسكيوشن لوجهه النظر، وطبعا في الاخر الاند يوزر بتاع اللي هو الكاستمر الستيك هولدر الاساسي اللي بيبقى عنده النيد الحقيقي، وبالتالي الترانسفورم بتبقى بالشكل ده. وطبعا ده احنا هنشرحه ان شاء الله في اول يوم لما نبتدي بشكل اوفر وبشكل اكثر عمليه. طيب هنستخدم تولز كتيره، هنستخدم وهنتريديوس بروجرامز كتيره. دي بعض الليرنينج اسيتس اللي موجوده في اي دبليو اس. احنا بنتكلم امازون اتلارج فيها عدد اكتر من 60 ليرنينج اسيتس، وانا بتكلم على ليرنينج اسيتس ممكن يكون عباره عن ورك شوب، او بتكلم عن فول بروجرام جواه مئات الساعات من الليرنينج اورز. يعني هنستخدم تولز كتيره جدا فيها حاجات عمليه، فيها حاجات حتى لو انا النهارده جاي من ريسيرش باك جراوند وعايز استخدم تول بسيطه جدا ريزيرف بيها باور في الكمبيوت سيرفيس ولا اتش بي سي ولا عشان خاطر استخدمها في الريسيرش بتاعي، كمان اقدر ده استخدمه. وكل الكلام ده احنا هنشرحه بشكل عملي ان شاء الله من خلال البرنامج. هتطرق لعده كبيره من الاندستريز، وهنبتدي نعمل مابنج ما بين الاكاديميه والاندستري. يعني ببساطه شديده احنا النهارده لو بصينا على المجموعه اللي بتختصر في قطاع اداره الاعمال مثلا، النهارده الناس دي عندها دراسات كثيره جدا او مواد كثيره جدا بتتطرق للماركتينج او للتسويق، بتتطرق للحسابات، بتتطرق يعني للفاينانس، بتتطرق لحاجات كثيره جدا. فهنيجي النهارده نلينك ده بشكلها ايه بقى في الاندستري، ايه اللي بيحصل بشكل عملي في الاندستري، وهنجيب يوز كيسز حقيقيه. بعض التخصصات لا، ده احنا هنجيب النهارده يعني احنا بنتكلم على يوز كيس بشكل دقيق تنفع تتطبق في المجال الخاص بتاع حضرتك او القطاع بتاع حضرتك. وبالتالي هنا احنا هنعمل عمليه اللينكينج ونبتدي نربط ايه قصاد ايه. بريبريزنتري فيها عشرات الالاف من الريفرنسز من اكبر الشركات في على مستوى العالم، يونيكورنز، اكبر الستارت ابس على مستوى العالم، او اكبر الجهات الحكوميه على مستوى العالم، او اكبر الجهات الصحيه على مستوى العالم، اند سو اون، مصانع اويل اند جاز، ديفرنت باك جراوندز مختلفه كبيره جدا، هنربطها بكل قطاع بحيث ان احنا هنا يبقى هدفنا الرئيسي ايه؟ ان حضرتك وانت النهارده بتتكلم في مادتك، او حضرتك بتتكلمي في الماده او الخاصه بتاعتك او فصل معين بنتكلم على حاجه معينه اكاديميه، بنيجي ندي عليها اكزامبل من الواقع اللي متطبق فعلا مثلا في شركات التامين، متطبق فعلا في شركات الاعلام، في المصانع، وفي في الصيدله، في اللايف ساينسز، وات ايفر المجال هيكون ايه. عندنا
ريبريزنتري كبيره جدا الحقيقه، فيها مئات الريفرنسز، مئات يعني الاف الاف عشرات الالاف من الريفرنسز اللي اوريدي اناونسد، ونقدر احنا نفصح بيها عادي جدا، ويبقى فيها كمان نقدر نستخدمها والاسيتس بتاعتها كلها. طيب شكل البرنامج والبروجرام ستراكشر هيبقى عامل ازاي؟ اي حاجه بنبتدي دايما بالوات، يعني ايه وليه وازاي وايه الريزلت في الاخر. فده الشكل، الجيرني بتاعتنا هتبقى عامله بالشكل ده، وات واي هاو اند باي اند ذا ريزلت. هنبتدي باورينتيشن، فوكس على ايه الموضوع، يعني ايه الموضوع، وده اللي احنا بنعمله النهارده. الانترودكشن الواي، هنتكلم ليه وليه احنا بنعمل كده، وده نابع من سكيلز جاب موجوده في الماركت وجايين بداتا بوينتس، وازاي الكونكشن بتوين الاندستري والاكاديميه بتحصل. بمعنى هنيجي نقول والله احنا بنتبع هذا الاسلوب وهذه الطريقه بميثودولوجي ونجحت في احد الدول، وهندي امثله ببعض النماذج. وبعد كده نبتدي بعد كده الهاو، هنبتدي الاول على ببدايه بسيطه نتكلم على الايديوكيشنال بروجرامز، ايه السيلف بيست ليرنينج بلاتفورمز، ايه هو اي دبليو اس اكاديمي، ايه هي التولز اللي موجوده من اي دبليو اس للريسيرشرز، للناس اللي الحقيقه يعني. هنا انا حابب هايلايت حاجه مهمه جدا، ان احنا اكبر نسبه من العدد اللي قدمت كانت حاطه فكره الفوكس اريا بتاعتها الريسيرش اند ديفلوبمنت، فكان مهم جدا ان احنا نمبد جزء خاص بالريسيرش اند هاو تو يوتيلايز اي دبليو اس ان ريسيرش. بعد كده ابتدي ناخد تكنيكال انيبلمنت، بمعنى هنا احنا عشان حضراتكم مش من خلفيه تكنولوجيه، او مش من كمبيوتر ساينس او انفورميشن سيستمز او كمبيوتر انجينيرنج اند سو اون، ما عندناش الكابابيلتيز دي، فهنبتدي نتكلم على ليفل احنا بنطلق عليه 101 اللي هو بيزكس. بنعدي على ايه الكلاود، ايه الكلاود تكنولوجيز، وهنعدي على كل الايمرجنت تكنولوجيز اللي احنا شفناها دي، وناخدها واحده واحده الكونسبت بتاعها بتتطبق ازاي، وايه السيرفيسز اللي افيلبل ليها هاي ليفل اللي تقدر انت تستخدمها. وبعد كده كمان ادي لحضرتك بعض الكيس ستاديز اللي مطبقه التكنولوجيز دي فروم تكنولوجي بوينت فيو، مش فروم اندستري بوينت فيو. بعد كده هنتكلم على شويه بروفيشنال سكيلز ديفلوبمنت انتو نيو تريندي سكيلز ريكوايرد، ان هي ان احنا نمبد ده لاولادنا ولاخواتنا الصغيرين في الجامعات، اللي هي الستوري تيلينج، ازاي انا اقول صح، والطريقه ان انا اكلم واذكر الحكايه بتاعتي وشكلها عامل ازاي، واتكلم بقى الجزء الخاص بالانتربرينور شيب، وفكره ان انا النهارده مش بدل ما بطلع من الجامعات جوب سيكرز، لا ده انا كمان عايز ابص ان انا اطلع جوب كرييترز، يعني اطلع من بوتقه ان انا كل الطلبه اللي عندي عايز تطلع تبقى موظفين، ان هم لا يطلعوا النهارده يبقوا انتربرينورز ويبتدوا ستارت اب بزنس بتاعهم، ويبتدوا يبقى ليهم ايه؟ ذيم اون بزنس، فيكرييت كل واحد منهم اكتر من وظيفه وهكذا. وده الجزء البسيط. طبعا احنا بنتكلم هنا بعد كده هنبتدي بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا. هنقسم حضراتكم ل6 فوكست جروبس متقسمه حسب القطاعات، وكل جروب هتاخد مجموعه مخصصه من هتاخد يعني ورك شوب مخصص في فكره التكنولوجي والكريكولم انتجريشن، اللي هي ربط الكيس ستاديز، ربط التولز بالدراسه بتاعتي. طبعا احنا لما نيجي نبص نلاقي هنا احنا معانا دايفرستي كبيره جدا من قطاعات مهوله الحقيقه، يعني كل القطاعات حتى القطاعات القانونية النهاردة كان في ناس مقدمة منها. بقدر الامكان احنا هنوصل هذه الحلقة، وهنحاول ان احنا نغطي كل القطاعات بشكل وافر، بس طبعا في قطاعات فيها اعداد كبيرة واخر فيها اعداد اقل، وبالتالي كلها هتاخد حقها بس بشكل مجمع. يعني القطاعات اللي مش فاكر 18 قطاع تقريبا متقسمين على 6 جروبس، منهم جروب واحدة مخصصة للقطاع التكنولوجي فقط، يعني الجامعات التكنولوجيه الجديده احنا واخدينها وعاملين لها جروب ومكثفه شويه، عشان احنا المفروض احد المحاور اللي موجوده في الاتفاقيه بشكل عام ان هيكون في كوريكولم توورد سبيسيفيك ديماند معين في الماركت ومتعلق بالداتا سنترز والكلاود كومبيوتنج،
والكلاود كومبيوتنج سبورت مينلي، وهنبتدي نشتغل مع بعض ان شاء الله خلال الصيف الجاي في ان احنا نبني لائحه جديده تضوء تورد ده، برنامج لمده سنتين يكمل لاربع سنين يطبق في ايه في الجامعات التكنولوجيه. فاحنا عندنا خمسه جروبس متوزع عليها كافه القطاعات، وجروب منفصل متوزع عليه القطاع التكنولوجي. بعد كده مش بنقف، لا ده احنا اللي احنا خدناه وازاي هاو تو انتجريت عاملين حاجه فيها شويه موتيفيشنال اسبكت، يعني عندنا بوست كومبيتيشن هنبقى جزء من المنظومه الاكبر، بنعمل الاكتيفيتي بتاعه الانتجريشن بنفسينا وفي صوره في صوره مسابقه ما بين حضراتكم. ان شاء الله الاحتفال بتاعها واحتفال بالفائزين النهائي هيكون في ان شاء الله في نهايه الترم الثاني، وان شاء الله يعني بنسعى باذن الله ان معالي الوزير هيكون حاضر معانا، ويعني هيبقى فيها حاجه تشرفنا كلنا كمصريين اولا واخيرا، وتشرف كل واحد مشترك فيها. هيبقى ليها طبعا جوائز معنويه وماديه في صوره بلاتفورم كريدتس وبعض الهدايا الخاصه بامازون اليكسا، شهادات تقدير، دروع، هدايا لكل المنضمين معانا. هيبقى في ديدلاين للسبمشن، هيبقى في كوميتمنت للدليفري ان انا ديليفر ده ان شاء الله في الترم الاول السنه الجايه، هيبقى في ريورد طبعا في الفاينل سيمستر. طيب هنتكلم بقى هنا على المواعيد وشكلنا عامل ازاي وهنبتدي امتى وهنعمل ايه. طبعا احنا راينا ان الفتره الجايه هنكون فيها رمضان. احنا هنبتدي من يوم 9 مارس ان شاء الله للمجموعه الصباحيه، وهناخد اربع ستات. البرنامج الجزء الاول هو 16 ساعه، متقسمين كل يوم اربع ساعات، كل يوم سبت من الساعه 10 للساعه 2، من يوم 9 16 23 30 هكون خلصت الجزء الاول اللي هو فيه المحاور الاساسيه. بعد كده الايفنينج جروبس هتتوزع بحيث ان هي تبقى ساعتين، راينا ان احنا تبقى بعد صلاه التراويح، هنبتدي من يوم 17 مارس ان شاء الله يوم بعد يوم سبت، سوري حد ثلاث خميس، هناخد 8 ايام ان شاء الله من الساعه 9:30 للساعه 10:30 في رمضان ان شاء الله. كل عام وانتم بخير جميعا للاخوه المسلمين اللي معانا، بحيث ان احنا النهارده يبقى غطينا الجزء ده ان شاء الله في الفتره الاولى. بعد كده ببساطه يعني انا الجدول بتاعي يكون اربع سبتات من 10 ل 2 الفتره من المرحله الاولى او للجزئين الاولين بالبرنامج، وبعد كده الايفنينج هيتبدلوا يبقى اربع ساعات بدل 8 ساعات، 8 سيشنز في 8 ايام بدل ايه؟ بدل اربع ايام حد 3 5. الجزء الثاني وده هيبقى متوزع، حضرتك بتحضر يوم واحد بس، هو لمده ساعتين هتحضرهم معانا. في جزء قبل العيد ان شاء الله، وجزء جزء قبل يعني قبل ما رمضان ينتهي، وجزء بعد ما رمضان ينتهي بالشكل الجدول ده ان شاء الله. يعني حضراتكم كل الحاجات دي هتتبعت لكل المجموعه على الايميل، الجدول هيتبعت بالتفصيل زي ما هو كده صوره بي دي اف هبعت لحضراتكم، حضراتكم كلكم هتجيلكم الانفيتيشن ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي للويبكس لينك. كل الناس اللي انضمت معانا هيجي لها الانفيتيشن، ويبكس انفيتيشن لكل ده، كالندر انفيتيشن من سبورت ات ام او اتش اي اس ار اي دبليو اس دوت كلاود. الميل بتاع السبورت هيبعت لكم انفيتيشن فيها اللينك جويننج، فيها الجدول، فيها كل حاجه. طيب الكومبليشن سيرتيفيكت بري ريكوزيتس بتاعتنا ان انا اتند الانترودكشن ويبينار وكل السيشنز بتاعتي بنفس الايميل اللي انا عملت له بيه ريجستريشن. لو سمحتوا يا جماعه هنا لازم نستخدم دايما نكتب اسمنا كامل بعد اذن حضراتكم، يعني على الاقل محمد يوسف، يعني لو انا هكتب لو انا محمد مثلا او احمد او محمود او الاخر لازم يبقى اسمي ظاهر، ما اكتبش بس محمد او محمود او احمد او الاخر، ولا لازم اسم الثنائي، وفي نفس الوقت احضر بالايميل ادرس اللي انا سجلت بيه، لان احنا بناخد الاتندنس من وركس وبيتعمل لها كومباريزن بالريجستريشن وبناء عليها بتتحسب الاتندنس بتاعتك. طبعا الكور انيبلمنت والتوبكس اللي حضرتك التكنولوجي توبك اللي انت هتحضره هيبقى خاص بحضرتك، لازم تكون حاضر التوبك ده.
وطبعا كومبليت البوست اسسمنت الاول اللي احنا بنقول عليها الايه الكومبيتيشن بتاعتنا. دي كده الشروط العامه. ارجع تاني لنقطه معينه، هنا احنا مجمعين يا جماعه القطاعات بشكل عام عشان نكون متخيلين. هنلاقي قطاع الدراسات الطبيه بشكل عام معاهم العلوم، القطاعات الطبيه بشكل عام كلها معاهم العلوم، قطاع الدراسات التجاريه يوم منفصل، قطاع الاقتصاد والعلوم السياسيه والدراسات الاجتماعيه سوري الدراسات الاعلاميه السياحه والفنادق، قطاع الاثار ده برضو في يوم منفصل، قطاع التربيه النوعيه او القطاعات التربويه بشكل عام كلها معاها الاداب في يوم، وقطاع الدراسات الزراعيه في يوم. دول كده الخمس ايام القطاعات المختلفه. هي قطاع التعليم التكنولوجي اللي هو الخاص بالجامعات التكنولوجيه الجديده كلها، ده هيكون ليه طبعا منظور مختلف، وهنشتغل مع بعض على ان ازاي نشتغل ان احنا نبلد ان شاء الله مع بعض ايه برنامج كامل. ده بس للتاكيد والاعاده. طيب ايه البيزك بنفيتس ان انا طالما انضميت انا واخدها؟ انا عندي مبدئيا هنوري حضراتكم ازاي تعمل الفري اكاونت على اي دبليو اس وتاخد 12 مانث في الفري تير على اي دبليو اس، وازاي تقدر تستخدمه وازاي تقدر تتعامل بيه. هيبقى في توزيع لبلاتفورم كريدت عشان احنا النهارده لو حبينا نستخدم كمان ما بقاش بتكلم في حاجه زي كده. هيبقى عندنا طبعا لو انا انضمينا الاكاديمي من خلال الجامعات اللي موجوده عندنا، والكلام ده كله هنشرحه يا جماعه ان شاء الله في اول يوم يعني او تاني يوم، مش متذكر الحقيقه الجدول بالتفصيل بس هيتشرح لحضراتكم كل الاديوكيشنال تولز. انا النهارده كمان لا ده انا لو عايز اروح الاكسترا مايل وعايز اعمل سيرتيفيكيشن ريليتد لاي دبليو اس، ازاي هنتريف او هريسيف الديسكاونت الخاص بالسيرتيفيكيشن، وكمان هيبقى عندي اكسس فور فري على الديجيتال ليرنينج بلاتفورمز اللي احنا هنتكلم عنها. فريق العمل الحقيقه اللي ورا البرنامج في الخلف كده فريق عمل كبير، بس احنا بنشكركم كأعضاء رئيسيين بندير البرنامج وبنشتغل معاكم بشكل مباشر، وبنقول علينا احنا الكاستمر فيسنج. انا محمد يوسف، زميلنا سولوشن اركتكت سينيور سولوشن اركتكت محمد صلاح، زميلنا الدكتور احمد الهاني سينيور سولوشن اركتكت برضه.